لم تكن ثورة الحادي عشر من فبراير مجرد مسيرات سلمية تهدف إلى إسقاط نظام المخلوع صالح، بقدر ما كانت حدثا ساهم بشكل فاعل في تنمية الوعي العام لدى المجتمع. ففي مجتمع مثل انتشار واستخدام السلاح فيه واحدة من أهم عاداته وتقاليده، بل واحدة من أهم التحديات التي تواجه الدولة أيضا، كانت الثورة قد أحدثت فارقا في كيفية تعاطي المجتمع مع السلاح من خلال الثقافة السلمية التي كرستها الثورة. فالأحداث التي رافقت الثورة كشفت عن حراك اجتماعي تمثل في تخلي القبائل عن السلاح خلال فترة الثورة واتجاهها للسلمية في مشهد يكرس حالة الوعي الذي أنتجته الثورة. هذا التغيير رافقه حراك ثقافي وسياسي تمخض عنه إقامة العديد من الورشات والمنتديات الثقافية خلال يوميات الثورة، إلى جانب تأسيس العديد من النقابات والجمعيات التي ركزت في مجملها على أهمية ودور منظمات المجتمع المدني في بناء الدولة. حراك ساهم في خلق بيئة ساعدت مجموعة من الكتاب والأدباء والمثقفين على إبراز مواهبهم وقدراتهم، ما مكنهم من مساعدة المجتمع في تغيير السلوكيات المتعلقة ببعض العادات والتقاليد أو تلك التي أنتجها نظام المخلوع بفعل سياسة الفساد التي مورست في عهده. وعي ساهم في منع انحراف الثورة عن مسارها السلمي وفي تثقيف الناس بأهمية الدفاع عن حقوقهم المتمثلة بالحرية والديمقراطية والمواطنة على نحو يعزز الأهداف النبيلة التي حملتها الثورة.